لزميل عمر الجريمان، واهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام من خلال هذه التغطيه لبطوله مبادله العالميه للتنس في اليوم الاخير، وتحديدا في المباراه النهائيه التي سوف تلعب بعد لحظات قليله من الان. رافائيل نادال الاسباني المصنف الاول عالميا يواجه اليوناني تسيتسيباس في المباراة النهائية. إذا مشاهدينا الكرام، القرعة التي ستجرى الآن، طبعا المباراة النهائية، ونادال الذي يصل إلى نهاية هذه البطولة للمرة الخامسة، سبق وأن فاز باللقب من قبل 4 مرات، حقق نادال لقب بطولة المبادلة 4 مرات، وكان أولها في عام 2010 حقق اللقب، ويبقى نادال المصنف الأول على مستوى العالم، وآخر مرة حقق اللقب كانت في 2016. مرة أخرى اللاعب اليوناني لينهي هذا الشوط بامتياز ويتقدم بشوط مقابل لا شيء. إرسال قوي على الجسد، نعم، شوف الآن نادال بذكاء يضرب الكرة باتجاه تسيتسيباس، لا يعطيه الفرصة لاختيار الزاوية. ولكن لاحظ تألق اليوناني، باك هاند فولي، كرة كانت منخفضة تحت الأقدام ولكن يعيدها تسيتسيباس. ممتاز، لقطة ولا أروع، لقطة ولا أروع. رافائيل نادال الإسباني يقدم أجمل لقطات المباراة حتى الآن. شوف هذه الكرة، لكن ما اكتملت من البداية، كنا يعني نحاول ان نشوف هذه الكرة على الفولي، مهارة الفولي ظهرت بشكل ممتاز. هذه الباك هاند، الفولي كانت 5-2 في شوط كسر التعادل. تسيتسيباس الاقرب للفوز بالمجموعة. اسقط هذه الكرة، شوف حرك اليوناني من اخر الملعب، هنا التغيير، لاحظ الحركة، هنا يغير تمركز اللاعب تسيتسيباس ويجبره على ارتكاب خطأ. شوف هذه اللقطة، لكن النقطة كلها جميلة جدا. ويخسر، يخسر نادال هذه النقطة ويخسر المجموعة الأولى بعد 65 دقيقة وبعد الشوط التاي بريك. إذا يتقدم تسيتسيباس بمجموعة مقابل لا شيء بعد شوط كسر التعادل. لاحظ نادال في حديث مع الحكم.
يفاجئ الإسباني. بشكل غير عادي ابدا ينقض على هذه الكره على الشبك يحسمها فورهاند فولي دروب شوت قصيره في زاويه عكسيه لا يصل لها اليوناني يتوقف نعم ولكن شوف نادال لا يتوقف يحسم هذا الشوط يفوز بهذه النقطه يضغط على خصمه ويكسر ارساله ويفوز بالمجموعه الثانيه ليعادل هنا في المباراه النهائيه مجموعه لمجموعه اذا نعم يكسر مضربة فعلا في لقطة كانت شوف 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 في غريب هذا التصرف من اللاعب اليوناني الذي تابعناه هادئ منذ بداية المباراة لم يكن راضي عن هذه الكرة الحمد لله نجت شوف هذه الكرة شوف شوف نادال يعني اوه يحسمها نادال الاسباني بطل العالم المصنف الاول يحقق لقب مبادلة هنا بالفوز على اليوناني تسيتسيباس المصنف في السادس عالميا بعد 3 ساعات و12 دقيقة بعد مباراة ماراثونية ممتعة جميلة كبيرة هي أول ألقاب الماتادور الإسباني الذي يثبت أحقيته في التصنيف العالمي لينهي هذه المباراة الماراثونية بعد 3 ساعات و12 دقيقة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على المتحدي اليوناني تسيتسيباس إذن مشاهدين الكرام هنا في نهائي بطولة مبادلة للتنس البطولة التي تختتم بأفضل صورة هنا مشاهدين الكرام يحقق من خلالها نادال اللقب رقم 85 في مشواره والخامس في بطولة مبادلة العالمية للتنس استمتعنا مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا عبر أبو ظبي الرياضية بمباريات هذه البطولة التي استمرت لثلاثة أيام من الإثارة والمتعة هنا في الملعب الرئيسي في العاصمة الحبيبة أبو ظبي سنكون معكم مشاهدينا الكرام مع مراسيم تتويج الفائزين بكأس البطولة والآن أنتقل بكم إلى الزميل العزيز في الاستوديو عمر الجغيمة Congratulations to you. You have contributed to an extraordinary game, an extraordinary tournament. World number two yesterday, world number one today. Tough ask. Well, yeah, it was. I've never played an exhibition so long. Yeah, I probably would never played a match that long. So I'm happy I gave it out. I gave all of it out there. And we got like an electric support by all the fans here. It's been
pretty sick the few couple of days here. I enjoyed it a lot. Got a first taste of Abu Dhabi, and the locals and the people, they treated me really nice, so I'm really grateful that I had the opportunity to witness that. And all the sponsors that made this event possible, they came across great ideas and they made this happen, which is, thank you so much for giving us the opportunity to play in such a high quality tournament. Just the last one, I know you mentioned it, but this crowd, they stick around through the 3+ hours as well. They've been amazing throughout the tournament. You've made a lot of friends in Abu Dhabi over the weekend. How many people does the stadium take? 8,000. So I made 8,000 new friends today. Love you back. I mean, like, I haven't talked about Rafa. Rafa did the best work this week. He ended up winning the title and the trophy. Rafa, it's great to end the year like this. I think it's the best possible way. Yeah, the year hasn't ended yet. So, I mean, congrats. Yeah, you put an effort. We both put an effort, and we gave a great entertainment for the people to watch high quality tennis and watch us perform our best. Listen, it's been extraordinary. I won't keep you any longer. Commiserations today. All the best for the new season. I'll ask you please to make your way forward to collect your trophy. Ladies and gentlemen, Stefanos Tsitsipas. Yeah, thank you very much. As everybody knows, I've been a pleasure every time that I have been able to come here. My 10th time already. So, the 5th title means a lot to me. So, very happy to finish the 2019 season that way. Having, I think, a great match yesterday, great match today, especially for 3 hours 12. I don't know if I was ready for it, but it happened. Playing against Stefan, as always, is a big challenge. He's young, he has a lot of energy, electric player. So, all the very best to Stefan for the 2020 season. Now, I know one question that will be on the lips of many people here is, can you make it 11 tournaments for Rafa Nadal? Would he consider coming back to defend your trophy next year if things align? I came 10, why not 11? So, well, honestly, you never know. No, I am always 1 year older every time. But hopefully I stay healthy, and hopefully I will be back. No, it's a tournament that I like so much, and I always had the great feelings here. So I don't want to forget to say thank you very much. All the crowd here have been amazing year after year. The support is always huge. So it's always a big pleasure and honor playing in front of you. And I have to say thank you very much to Mubadala for keep supporting our sport, so important for all of us. So thank you very much, Abu Dhabi. Thank you very much to all the sponsors, and especially my personal sponsor, Richard Mill, too, that is always here supporting. So it's a pleasure to be here, and I really hope to still play in tennis and come back a lot of years. Well, so do we as well. A worthy champion of Trojan. مشاهدينا الكرام هنا في مبادلة يتسلم هذه الكأس طبعا من سمو الشيخ هيان بن زايد الهيان كأس مبادلة الذي صممته الفنانة التشكيلية الإماراتية أشراق عبد الله الموظفة بشركة مبادلة وهي التي صممت هذه الكأس الجميلة ورعي فيها أن تعبر عن رياضة التنس رافائيل نادال يرفع كأس البطولة للمرة الخامسة مشاهدينا الكرام هنا في مبادلة بطل العالم إذن الذي وعد بالعودة من جديد العودة إلى بطولة مبادلة التقاط الصور التذكارية للنجمين الكبيرين مع سمو الشيخ الهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي بعد مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و12 دقيقة إذن لحظات جميلة جدا في العاصمة أبو ظبي هذه هي أشواق عبد الله التي صممت هذه الكأس الجميلة وهي أحد بنات الإمارات خريجات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة خريجة تصميم داخلي وجرافيك وبالتالي مساهمة كبيرة للمرأة الإماراتية في هذه التصاميم الجميلة جدا التي
تتواجد في الرياضة العالمية. إذن هنيئا للبطل العالمي الإسباني رافائيل نادال وكذلك اللاعب اليوناني تسيتسيباس. هذا التتويج الكبير والمباراة الرائعة الماراثونية التي قدموها لعشاق التنس هنا في بطولة مبادلة في الإمارات في العاصمة الحبيبة أبوظبي. شكرا كذلك أيضا لسمو الشيخ نهيان بن زايد نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وكذلك الشيخ حشر مكتوم المكتوم رئيس اتحاد الإمارات. إذن مشاهدينا الكرام بهذه اللقطات الجميلة نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية، ولكن قبل أن أودعكم مشاهدينا الكرام أذهب بكم إلى الاستوديو التحليلي هناك مع زميل عمر الجغيمان وضيفه الكابتن هشام البرام.